وقتوه على سجن القلعة. عبود شبه عدموه؟ لا سيدي هرب. شو؟ هرب؟ لك شلون هرب؟ هذا الرقيب خليل سيدي هو اللي هربه. وين السكر اللي كانوا معك؟ وين؟ قتلوا العبود سيدي. شو؟ قتلوا العبود؟ معهم كل هالسلاح وقتلوا العبود وهو مكلبش شلون؟ سيدي الرقيب خليل سيدي اعطاه مسدس وخلاه يقوص علينا. وين وصفت خليل؟ سيدي قوصت عليه وما بعرف اذا مات ولا لا، لانه هربت وجيت بسرعه مشان اخبركم سيدي. هربت وتركت عبود عايش؟ اطلع من خلتي يا حمار! يا زعيم أنا ما قتلتك يا زعيم، أنا بحبك من جوات قلبي وبحترمك، أنت كبيرنا وتاج راسنا يا زعيم. بعرف يا عبود، بعرف إنك مو أنت اللي قتلتني، بس يا زعيم أهل الحارة كلياتهم محاسبين إنه أنا اللي قتلتك ويرجعوا ظلموني مرة تانية يا زعيم. رح يجي يوم ويعرفوا انك بريء، ونيال المتهوم عند ربه بريء يا عبو. نيال المتهوم عند ربه بريء. معك حق يا زعيم، بس امانه يا زعيم، امانه اذا شفتهم قل لهم انه انا ما قتلتك، انا ما قتلتك يا زعيم. قل لهم يا زعيم، يا زعيم لا تروح يا زعيم، قل لهم انا بريء من دمك يا زعيم. قل لي انا بحبك واحترمك يا زعيم، انا ما قتلتك يا زعيم، قل لي يا زعيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم على الحلم. يا خسيس مجوح عليك، الله لا تقتلني. انا صحيح لابس فرنساوي، بس انا ابن هالبلد وها فردي. الله يرحمك يا خليل، كلامك نجاك. شو اسمك انت؟ انا يعوب الحسن من دير عطي. معك شي سلاح تاني؟ ها فردي بس. قوم لحتى لي ساعدك وداويك. قوم
طالعنا لك الرصاصة. الحمد لله اسمع يا عقوب، لا بدي اكوي لك جرحك، هاي شغلة ما إلمي خير الله، بدك تتحملها. مسيك لقلك، حط هاي بتمك وعض عليها. قول الله يا حزيني أنا. عض لقلك. لا سلامتك. مي فتحت أمه. فتحت أمك كمان. تسطح تسطح الحمد لله سلامتك. تسطح الله يسلمك. والله أول ما جيت حطيت المسدس في وجهي، قلت خلاص هاي هي آخرتي، متت. وأنا ما حسبت والله أني خليك طيب، بس كلامك نجاك. عم أشو يعني كلامك نجاك؟ كلامك نجاك أشو معناته هالحكي؟ قول لأ أنت، قول قول، لأنه يسيرة طويلة. طيب أنا رحت في الأرنب كله، عبدك تاكل؟ أنت راح منك دم كتير، أنا ما بدي أكل. صحتين على قلبك. انت صار فيك تمشي على رجلك؟ ليش عم تسأل عم؟ عشان تتكل على الله وتتيسر من هون. عم خليني اضل معك. شلون يعني تضل معي؟ اسمع اخي الله يرضى عليك، بس تطيب رجلك وتصير تحسن تمشي عليها بتحمل ضربة طريقك بتقوم من هون. ايه انا بحالي مو خالص. خليني اضل معك، انت شو خسران؟ عمي أنا أجيت له مشان ما أشوف ولا بني آدم، فاتركني كرامة للنبي. ها طيب فيني أعرف شو قصتك؟ قصة طويلة كتير. طيب فاتفيض. شوف يا ابن الناس، الحقيقة أنا جعبالي فاتفيض، جعبالي احكي اللي بقلبي. ايه أبو ضاي احكي وأنا بسمعك. تعرف على حارة اللوز؟ كيف لك أنا بعرفها؟ أنا من هنيك. تخانقت أنا واحد اسمه أبو خالد الفاكهاني، كان أخذ مني ديني كبيري وطولت ما رد لي إياها، توعدت له أني يقتله. تاني يوم طب غم، شلون انقتل شلون مات ما بعرف. أهل حارتي اتهموني أنه أنا اللي قتلته، قام انحكمت مؤبد. بس دخيله رب العالمين بعت لي تخفيف نص مدة، وطلعت بعد 10 سنين سجن.
بس طلعت قلبي مليان من أهل حارتي، طلعت عائد عليهم واحد واحد. دخلت على الحارة وأنا مالي شايف قدامي، وكل يوم صرت أعمل عي، وكل يوم صرت أعمل مشكلة. هم إجا الزعيم أبو شكري الله يرحمه. أنا بحياتي لا حبيت ولا خفت زلمة أقدم منه، قسماً بذات الله لما كان يطلع فيني تطليعة واحدة كانت ركبي ترجف من تحت مني. بس بتعرف كان زلمي أبضاي ومعدل وكريم ونخوجي، وكان يحب الفقير ويكرمه. الزعيم اتضايق مني كتير وجل عندي على البيت وضربني وهالي. أنا سودت الدنيا بوشي وما عاد أعرف شو بدي أعمل. صرت أطلع كل يوم كسر بدكاكين الحارة هيك بالنكاية، وبس أخلص من عملتي أكتب ورقة مكتوب عليها لسه الخير لقدام يا أهل حارة اللوز، وزدت الورقة بالدكة هيك لحتى كشفني الزعيم أبو شكري. مسكني قدام أهل الحارة كلياتهم وضربني كف. ساعتها أنا توعدت له، قلت له ما حدا ضربني وضل عايش. رحت على بيتي صفنت بالقصة، قلت يا أخي والله أنا مالي زعوري، مالي تبع هالقصص، ايش عم ساوي؟ قلت لحالي بكرة من الصبحيات بدي انزل هالمضافة لعند الزعيم واعتذر منه واستسمحه قدام كل أهل الحارة واتوعد اني اصير بني آدم تاني. تاني يوم الصبح دقوا فيني وسحبوني على سجن السرايا. الله وكيلك، الله وكيلك، أنا ما بعرف ليش منو هنيك بالحبس بدرى انه الزعيم انقتل، وانه اهل حارتي متهميني انه انا اللي قتلت الزعيم. ليش؟ لانه لو على جثته ورقه مكتوبه عليها لسه الخير لقدام يا اهل حاره اللوز. طلع فيني حكم اعدام تاني وترحلت على القلعه. بس هنيك رب العالمين للمرة الثانية بعت لي مين يساعدني ونفذني. بعت لي شاب الله يرحمه زقرتي اسمه خليل، هو اللي فك الكلبشات من إيدي وعطاني مسدس وصرنا نقوص على دورية الفرنساوي. ونحن عم نقوص اتصاوب خليل، ركضت لعند منه قلت له لك ليش هيك عملت؟ منو انت؟ عم قال لي صحيح انا لابس فرنساوي بس انا ابن الشام. ايوه هلا فهمت ليش ما قتلتني. هي يا قصتي يا ابن الحلال، انا الله وكيلك لا قتلت الزعيم ولا قتلت ابو خالد الفاكهاني. شو هالقصه هي؟ قصتك بتقطع القلب والله. الظلم صعب وطعمه مر. اي والله الظلم طعمه مر، وانا اهل حارتي ظلموني، منعوني فوت على الحاره، حرموني من اهلي وناسي، حرموني من خالتي اللي ربتني. كله كوم والمعلم نوري كوم. المعلم نوري كان بمثابه ابي، هو اللي علمني الاقواص، هو اللي علمني اركب خيل، هو اللي كان يهتم فيني أنا وصغير. هلا مو مصدق إمتى يشوفني لحتى ياخذ بتار عمه مني لأنه مفتكرني أنا اللي قتلته. ولا شكري، شكري بيكون ابنه للزعيم، من أعز أصحابي، من لما كنا هيك هالقد قدنا بنلعب مع بعض. هلا كمان صار بده يشوفني لحتى ياخذ بتاره مني لأني قتلت له أبوه الزعيم. الله يلعن هالحياة اللي بتخلي الأخ يصير عدو. عم الله يسترك، خليني معك. والله أنا حبيتك، يعني ما عندي مطرح أرجع عليه وما بدي أرجع لعند الفرنساوي. خليني معك بساعدك ولبين ما تبين الحقيقة وتفوت على حارتك معزز مكرم. اسمع عمي الله يرضى عليك، بس تطيب رجلك وتصير تحسن تمشي عليها، تحمل ضرب طريقك وتتكل على الله. هذا آخر كلام عند مني. يا
زين يا أنا. سيك هلا أشو اشرب مي. شبعت؟ ايه اشرب كمان أخا. لك ليش عم تسوي فيني هيك؟ تحت امك تحت امك اشوي تحت امك شوي اشوي كمان شوي. خلاص ربطني خلاص. شو بدك؟ لك ليش هيك عملت فيني؟ عندي مشوار ضروري رايح وراجع، يعني هو الامان بالله، وانا امنت لك وحكيت لك على قصتي، بس ما تاخذني بالكلمه، خايفك تكون خوان وتروح تقر علي. اسمع يا عقوب، انا زلمه الدنيا علمتني ما امن بابن مرة، تفهم علي؟ افتح. لك شو بدك؟ لوين رايح تاركني؟ بكونوا حبايبك على وصول سيد راسي. منو حبايبي؟ جماعتك اللي كنت لابس مثله. افتح. اول شيء هدول مو حبايبي، ثاني شيء دير بالك على حالك. انا ماشي بنور الله، ماشي يا عقوب. افتح لله. ها عودة. أنا ما حققت لك مشان تروح تخبر الفرنساوي إنه وحياة الشام وتراب الشام، ما حخلي منكم مخبير، وأنا عبود الشامي.